بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو 9463. بعض الناس أهلهم أمهاتهم في الكويت يفرك إيده، آه لو بريت والدتي بكلمة أو لقمة أو زيارة أو درهم، خلاص حجب بينه وبينها وأنت لا تدري. ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وأذكر أنني قابلت أحد النازحين من الكويت يقول: أمسيت كويتيا وأصبحت عراقيا، وأمسيت في الليلة الثانية بدون لا هوية لي حتى نمرة السيارة أخذوه. ما هذه التقليبات السريعة خلال 24 ساعة؟ من يرد قدر الله؟ إذا نزل القدر عمي البصر. نسألك اللهم اللطف فالطف بنا يا لطيف. فليتحسس كل مسلم نفسه وأعماله، وليعرف واجبه في النصر والتمكين. وأنتم في بلد أسبغ الله عليها نعمه ظاهرة وباطنة، فحذاري عباد الله أن تفرطوا فيها بالمعاصي، إنما صونوها بالطاعات، واحفظوها بفعل الخيرات وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الواجبات وترك المحرمات والإكثار من التوبات والاستغفار. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وستعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت، هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وبوادرها الآن نشاهدها وأنا أطير على الرياض بالطائرة، فأرى البقع الخضراء المستديرة وينابيع الماء تحتها تسقيها، ليخرج القمح المبارك يأكل منه أهل المشرق وأهل المغرب. وخبراء علماء الأرض، جيولوجية الأرض، ومنهم الدكتور زغلول النجار موجود في الإمارات أو في الدمام موجود، يقول لي: والله لو حدثت انكسارات في محابس الأرض وأقبية المياه في أرض نجد أو أرض السعودية لتفجرت أنهار من تحت أرض السعودية أكثر من أنهار النيل والفرات. إنهم فوق محيطات من المياه العذبة تجمعت منذ ملايين السنين، ولو علم أهلها ما تحتهم من ماء ما سكنوها من الخوف. وصدق الله: وما أنتم له بخازنين، إنما خازنها ربها سبحانه. فاحمدوا الله كثيرا واشكروه كثيرا. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. يورث الذل، يورث الاستعمار، يورث الاحتلال، يورث التشريد، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك عصيانها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، سريع النقم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم،
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. ربي دعوت كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أحبابنا الكرام، إن الله يحب القلوب المنكسرة المخبتة الخاضعة الخاشعة، القلوب التي تحس بالتقصير والإشفاق. الصديق إذا صلى في الناس من شدة بكائه لا يفقه المصلون قراءته، وعثمان رضي الله عنه يأخذ تبنة من الأرض ويقول يا ليت عثمان هذه التبنة، وأبو بكر يقول لو أن قدمي اليمين في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. والفاروق يقول لو نادوا يا أيها الناس في عرصات يوم القيامة ادخلوا كلكم الجنة إلا واحدة لقلت عمر بن الخطاب. ويأتي إلى حذيفة بن اليمان ويقول يا حذيفة لقد سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين، فهل ذكرني عندك وسماني عندك؟ ما قال أنا مبشر بالجنة. فقال له حذيفة لا، ولا أخبر أحدا بعدك. إنهم يعيشون مع الإشفاق ويصعدون دائما إلى الله، فلنحيا حياة المشفقين التائبين المخبتين المنكسرة قلوبهم، ولنتذكر أنه لا يبقى إلا الله. كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل مستخف بسر فمن الله بمرأى. إنما شيئا كفيناه وهو الرزق له نسعى ونخشى ونشقى، له نسعى ونشقى. يقول الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أحبابنا الكرام، التوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والاستغفار الذي لا ينقطع. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإذا أردت أن يقيك الله من المصارع ومصارع الغفلات فعليك بالاستغفار ولزوم التوبة إليه. واعلم أن توبته من توفيقه. إذا رأيت نفسك تتوب فاعلم إن ذلك من توفيق الله. فتاب عليهم ليتوبوا، سبقت توبته توبتهم. وتب من الصغائر والكبائر، واحذر من محقرات الذنوب يجتمعن على العبد والمرء فيهلكنه. ومثلها كمثل قوم في فلاة أرادوا أن يوقدوا نارا وينضجوا، فأحضر هذا عودا وذاك عودا فأوقدوا النار وأنضجوا، كذلك الذنوب. وأحد الصالحين فعل ذنبا نظر إلى أمرد جميل لم يصرف عينه عنه، وكان يحفظ القرآن فنسي القرآن بعد 40 سنة،
جاء هذا في الكتب. وبعض الفرق الضالة تأتي بالمردان بحجة أنهم مريدون، يعلمونهم الطريقة ويقول ضالهم للأمرد قل لا إله إلا الله، فإذا قال المسكين لا إله إلا الله صاح شيخه وقال وي ادن مني وقرب لأقبل الشفتين التي تهلل. فكان جزاؤهم في الدنيا أن سلب الله منهم التوحيد وجعلهم عبادا للقبور بها يستغيثون وإليها يعوذون ويلوذون ولها يسألون ولا يعرفون لله حقا ولا لرسوله حقا. ونزلت عليهم الشياطين والأبالسة ترقص معهم في رقصهم وتصرعهم وتلبسهم في زارهم. فطهر الله بلادكم من هذا ببركة دعوة الإمام وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فاحمدوا الله على هذه النعم. نشأت ذرية من مشرق السعودية إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، ليس من حرص والد وإنما هو من توفيق الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فنسأل الله أن يلطف بأمة الإسلام وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويعمل فيه بطاعته ورضاه. نسأله سبحانه أن يجمع الأمة كلها على قائد رباني يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله ويحرسه، وأن يجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. وأن يعلمنا فقه الدعوة ويرزقنا فيها الحكمة ويحفظنا من خطوات الاستعجال ويجعلنا في حماس متزن لا حماس متهور. فاصبر إن وعد الله حق، واصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ونسأله أن يفرج عن إخواننا المسجونين والمعتقلين في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى وجه الأخص تحت الأنظمة الطاغوتية التي تأخذ الصالحين ولا ذنب لهم إلا الإيمان والإسلام، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وأن يجبر قلوب الأمهات، أمهات الشهداء وأمهات المأسورين والمسجونين. أسأل الله سبحانه أن يرزقهم الصبر والاحتساب، ونسأله سبحانه أن يحفظ ديارنا وأعراضنا ودماءنا وأموالنا وديننا ودعوتنا ودعاتنا. اللهم من أرادنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نساءنا وبناتنا مسلمات مؤمنات قانتات ذاكرات شاكرات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم أنبت هذه الذرية نباتا حسنا
اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم حقق بهم آمالنا، اللهم انصر بهم، اللهم انصر بهم دينك وأعز بهم دينك، وافتح بهم بلاد الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي ومولاي، بك نجول وبك نصول، نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك بعزتك وذلنا بين يديك إلا رحمتنا، وبقوتك وضعفنا وغنائك عنا وفقرنا إليك إلا أغنيتنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا لإنصاتكم، وجزى الله المحاضر خيرا الذي تعودنا منه دائما الصدق في دعوته والإخلاص فيما يقول، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وجعلنا جميعا ممن قد استفادوا من هذه الكلمات الصادقة إن شاء الله. أيها الإخوان، الأسئلة كثيرة، وبعضها قد تحدث عنها المحاضر أو أجاب عنها جزاه الله خيرا، وبعضها خارج الموضوع. والسؤال المهم الذي أراه بين يدي يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، تقولون إن الدعاء لا يكفي في محاربة الفتن والعلمانيين، وإنما يجب علينا أن نحاربهم. وفي محاضرة البارحة في جامع الذياب تأمروننا بالاتزان والهدوء، كيف نوفق بين كلام البارحة وكلام الليلة جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، لعل هذه المحاضرة تكمل المحاضرة التي قبلها، والله عندما يقول في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، علينا ألا نوسع دائرة الحكمة فتصير خنوعا وخضوعا، ولا نضيقها فتصير مجابهة وقتالا، وإنما علينا أن نعرف كيف نتعامل مع الناس وفقه الدعوة. وعندما ننكر منكرا نعرف فقه إنكار المنكر ألا يتولد ما هو أنكر منه، ودرء المفاسد يقدم على جلب المصالح. لقد كنت أقرأ أن المستشرقين الخبثاء
الذين يلبسون على الناس الإسلام، يطرحون سؤالا ولكن لا يريدون منه الجواب المعروف، وإنما يريدون من ورائه إثارة فتنة. لكن الغر الغشيم يندفع فيأتي بالجواب الغير مطلوب، ثم يتحول إلى أداة بأيدي المستشرقين أو أيدي العلمانيين لإجهاض الدعوة إلى الله، وهو لا يعلم المسكين. يأتي مثلا المستشرقون فيقولون: لماذا سكت الإسلام عن الرق؟ وإن الرق هذا ضد الإنسانية، ولماذا يكون في الإسلام رقيق؟ مالك ومملوك. فيأتي واحد وينبري يقول: لا، الإسلام لا يقر الرق، والرق انتهى وهو غير موجود، ومصدر الرق الجهاد، والجهاد الآن محرم كما هو في كل الدساتير. الحرب الهجومية محرمة، يعني لا تجاهد. إذن ما في رق. فتوصل المستشرق من خلال هذا السؤال إلى تعطيل الجهاد، مع أن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة. وهكذا يتلاعبون بالأمة. يأتي العلمانيون فيدحرجون قضية تثير العواطف، وحادة صارخة تصطك بمشاعر المسلمين، بل وبعاداتهم وتقاليدهم التي نشأوا عليها، وأخلاق العفة والستر والحياء. يحدث شيء غير متوقع، ثم يستفيدون بعد ذلك من ردود الفعل الغير متزنة. لو شكلت لجنة وعليها أهل الحل والعقد وأخيار العلماء من أهل العلم والحلم، ودرست وجعلت هناك مطالب وفتاوى وإنكار وتعريف، وقامت هذه اللجنة بأدب واحترام والتقت مع من بيده السلطة وبحثت الأمر، هذا أفضل أجدى أم يأخذ كل واحد عصاه ويبدأ يصطك ويصطدم مع الناس؟ فيقوم العلمانيون ويقولون: تفضل انظر. أذكر أننا مررنا في الكويت في بعض الظروف أنه قام بعض الشباب وعمل نوع من الربكة الأمنية في بعض الدول العربية، وظهر شعار: اقضوا على الإرهابيين. وصارت أيضا قضية الاختلاط، وبدأت تكتب الصحف: القردة يغزون الجامعة، يعنون بالقردة الشباب المتدين الملتحي، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكنا نحن الدعاة ساعتها نستغيث ونقول: اللهم سلم، اللهم سلم. لأن مثل هذا الحدث في مثل ذاك الظرف لا تزال الدعوة صغيرة وناشئة وضعيفة،
مثل ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليها، مرة يبعثها إلى الحبشة، ومرة مرة ثانية يبعثها إلى الحبشة، ومرة ثالثة إلى المدينة المنورة، حتى يحافظ على عناصر الدعوة قبل أن تبيدها قريش وتقضي عليها، بيدها السيف وبيدها الصولجان. الأقلام بأيديهم، والإذاعات بأيديهم، والجرائد بأيديهم، وكل شيء بأيديهم، وبسرعة تلفق أي تهمة، ثم بعد ذلك يتحمل جريرتها شباب الصحوة، لأن الأعداء يمكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم من المصلحة أن يقضي على عبد الله بن أبي بن سلول، من المصلحة، كبير المنافقين، واتهم عائشة في عرضها رضي الله عنها، ومع هذا لم يفعل، لم يحقق هذه المصلحة لحدوث مفسدة أعظم وأخطر وأكبر. ماذا يقول الناس؟ يقتل محمد أصحابه. فكف عنه وتركه حتى قضى الله عليه. فالذي أريده أيها الأحباب أن تنتبهوا، أن لا يتحاجز الناس في مثل هذه القضايا ويصير الحكومة في جانب والشعب في جانب ويبدأ التراشق، وإنما من الحكمة أن يكون هناك لجنة من العلماء في كل أمر محدث من محدثات الأمور التي هي ضلالة، وكل ضلالة بدعة، وكل بدعة في النار، لكن لا ينفرد كل شخص بتصرفه الشخصي يجعل نفسه هو البطل في الساحة لكي يقضي على هذا المنكر. فإن المؤامرة، والله يا إخوة، لم يبقى مكان تستطيع أن تقول فيه، وهذا أمر شاهدته في رمضان، 99% منه شباب من العاشرة إلى 30 يقومون الليل ويصومون النهار مثل هذه المواقع. والذي يريد أن يصدق فليذهب في العشر الأواخر من رمضان، يرى الحرم كيف يمتلئ إلى آخر العمارات وإلى أعلى السطوح. هذا المشهد يشاهد في العالم كله، ينقل بالأقمار الصناعية، ينقل ويشاهد بالتلفاز، ينقل، فتحترق قلوب مؤتمرات التبشير والتنصير ومؤتمرات الإلحاد ومؤتمرات الصهيونية، قلوبها تحترق. لهذا قبل الهجوم على الكويت بأسبوعين ظهر هناك في ديار الكفار منشور يقول: إن العرب أصبحوا يتكاثرون في الجزيرة تكاثرا غريبا لا بد من حده. من يطلع مثل هالمنشورات؟ الإرهابيون، المتعصبون مثل كهانة وأمثاله، اليهودي الذي قتل بواسطة مسلم مصري اسمه نصير نصره الله وأيده. فإذا علينا أن نحافظ على مكاسبنا كمسلمين، وأن لا نفقد منابرنا ولا دعوتنا ولا دعاتنا، وأن نتذكر أن هناك فقها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هناك علماء عندهم أدلة شرعية ولهم خبرة في التعامل في مثل هذه القضايا، فلنكثر من الالتصاق بهم ومشاورتهم، وأن نبتعد عن الحماس الفائر الذي نتائجه لا تحمد عقباها، ولنستشر كثيرا أهل العلم وأهل الذكر، ولا نخيب إن شاء الله إذا استشرنا. أنا أقول هذا عن تجربة يا إخواني، عن تجربة في الكويت وخارج الكويت. ولربما آية من آيات الله لا يجيد أحد استخدامها واستشهادها تؤدي إلى فتنة، وهي آية. ومعظم الفرق المنحرفة تتكئ على آيات وأحاديث. ارجعوا إلى المؤلفات في الفرق الضالة، تجدوا بيان بن سمعان وفرقته البيانية يقول: أنا أصلا مذكور في القرآن. وين؟
قال في قوله تعالى هذا بيان للناس، أنا بيان. فاتبعه الآلاف في عهد علي بن أبي طالب وقرنه خير القرون. جاء عبد الله بن سبأ يهودي ابن السوداء وتظاهر بالإسلام في ذاك العهد، عهد العلم، عهد النبوة، عهد الخلافة الراشدة، خير القرون. فاتبعه خلق عظيم يظنون أن علي هو الله. فماذا نقول نحن في هذه الأزمنة الهدامة؟ يحفر لهم الأخاديد، يقول لحارسه قنبر احفر الأخاديد وحرقهم في النار، يريد أن يقضي عليهم بأعقب بأشد العقوبات. قالوا الآن زاد يقيننا بأنك الله، لأنه لا يحرق بالنار إلا صاحب النار. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أشعلت نارا ودعوت قنبرا. ولفد فيهم أبد. وقصة الخوارج مع عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب مشهورة ومعروفة، كلكم قريتوه. رفعوا آية إن الحكم إلا لله، ما نقبل حكم علي ولا حكم عمرو بن العاص ولا حكم أبو موسى الأشعري ولا حكم معاوية ولا حكم، الحكم لله. ابن عباس يقول إن الله رضي حكم الإنسان في أرنب صيده وهو محرم، يحكم بها ذوى عدل، وأنتم ما تريدون حكم الله في دماء المسلمين؟ الله يريد حكم الإنسان بأرنب وأنتم ما تريدون حكم الإنسان في دماء المسلمين؟ فقال إذن لماذا علي لم يجعلنا نأخذ سبايانا في معركة الجمل وحنا غلبناهم؟ قال لهم ابن عباس ومن منكم من يريد أن يأخذ أم المؤمنين عائشة سبية عنده؟ قالوا الله أكبر، نأخذ أمنا سبية؟ قالوا هذا هو، لو قال لكم أخذوا السبايا أخذتوا عائشة معاكم. إذن احرص على العلم الشرعي واعرف فقه الدعوة، ولا تقدم رجل ولا تؤخرها إلا وتسأل نفسك أنا أنفع أو أضر. خذ تجربة من أخيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في دعوتكم وأن يزيدكم ولا ينقصكم، وأن يصلكم ولا يقطعكم، وأن يمنحكم ولا يمتحنكم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الديار وسائر ديار المسلمين لتقوم خلافة الإيمان الإسلام المنتظرة التي بشر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أخبر عن نهاية الحكم الجبري بالنار والحديد، قال بعدها وتكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. فنسأله أن يحقق الله ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. فضيلة الشيخ، يبدو أنه مستعجل ولكن فيه أسئلة تتعلق في الموضوع. وجدت من بينها سائل يقول: ما هي الأسباب في نظركم التي تؤدي بالإنسان إلى التواني عن التوبة والالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ من الأسباب طول الأمل بأنه يظن أن يعيش 80 عام و90 عام، وأنه يتمتع بشبابه الآن وبعدين يتوب، لكن ما يدري يا المسكين أن التوبة إنما تكون من توفيق الله. قد يعيش 90 عام في المعاصي، لكن إذا جاء الموت لا يوفق إلى التوبة. وكما يقول الشاعر الأندلسي ابن شهيد لما مات نديمه وحضرت وفاة ابن شهيد، قال: ادفنوني بجوار نديمي. ثم قال شعرا:
وهو تحت الأرض، نديمه تحت الأرض وهو فوق يحتضر. يا صاحبي قم، فقد أطلنا، أنحن طول المدى هجود. فقال لي لن نقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد. تذكر كم ليلة لهونا، تذكر كم ليلة رقصنا وغنينا وفرحنا وشربنا وضحكنا وقنصنا ورحنا. تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد، وكم سرور هما علينا سحابة ثرة تجود. كل كأن لم يكن تقضى وشؤمه حاضر عتيد. شؤم الذنب يطاردنا من مكان لمكان، الفرحة راحت وجاءت الترحة والغصة والعذاب. وشؤمه حاضر عتيد، حصله كاتب حفيظ وضمه صادق شهيد. يا ويلنا إن تنكبتنا رحمة من بطشه شديد. يا رب عفوا وأنت مولى، قصر في أمرك العبيد. ثم مات. فالأمل بأنه سيتوب لن يتوب، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم: الدوام على المعاصي بريد الموت على الكفر، والدوام على الطاعات بريد الموت على الإيمان والإسلام. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عن الموت على الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مقدمة ونتيجة. الأمر الثاني: صحبة الأشرار، أنه يصحب ناس زينون للمعصية. يا شيخ افرح واستانس وكيف وفرفش والدنيا جميلة والحياة حلوة وهذا خير فايت وربك غفور رحيم. دائما يذكرونه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لكن أبدا ما يأتي على لسانهم وأن عذابي هو العذاب الأليم أبدا. فيبدأ يتواكل ويوسع الرجاء حتى يدمن على الذنوب والمعاصي. ومن أدمن على الذنوب والمعاصي يجد للابتعاد عنها وحشة. الإنسان إذا ألف نوع من الحياة ونوع من الذنوب ما يطيق. واحد يقول له: يا ابن الحلال تعال صل، وش يضرك وش كلفك؟ ما قلنا لك الصلاة دينار، تعال صل ببلاش. وتجره تجره تجره عند باب المسجد يسحب إيده ويهرب، ويمسكه واحد من يمينه ويمسكه واحد من شماله ويدخلون المسجد غصب. وتعال شوف عند تكبيرة الإحرام كأنه يصيد طير. الله 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 الله، بسبب كثرة تراكم الذنوب والران على قلبه وصدره، وكثرة إحاطة الشياطين من حوله، وعدم ترويض النفس على طاعة الله، صارت ثقيلة وكبيرة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا ثقلها. فصحبة الأشرار يزينون له المعاصي ويبعدونه عن التوبة. يقول له: تعال اشرب. يقول: ما عندي فلوس، صرفت آخر قرش على البيت، شريت لهم عشاء. يطق صدره: تعال على حسابي. ولو تقول له تصدق بدرهم في سبيل الله يجدها ثقيلة ويناقشك وينشف ريجك. من يقول توصل؟ ومن يضمن لي انها ما تنسرق؟ ومن يضمن لي؟ ويقول حق صاحبه: تعال اشرب على حسابي. شفتوا كيف؟ افمن زين له سوء عمله ورآه فرآه حسن حسنا. هكذا على الاطلاق. وكذلك زين لفرعون، فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويستبد الشعوب. وكذلك زين لفرعون سوء عمل وصد عن السبيل.
حتى في آخر لحظة من لحظات عمره لم يوفق إلى التوبة. تبت إلى الله، لا إله إلا الله، آمنت بالله، خفيفة لطيفة، خاصة في البحر ويغرق الأمواج يحتاج إلى كلمتين يتوب فيهم بصدق. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الكلام طولة. وجبريل يقول في الحديث: لو رأيتني يا رسول الله آخذ من طينة البحر وأضعها في فم فرعون حتى لا يسلم. من شدة إجرامه جبريل يكرهه يبغضه، ومات على الكفر والعياذ بالله. فلهذا لا تحسب أنك توفق إلى التوبة. الإمام ابن القيم في كتاب الشافي يذكر عجائب وغرائب، يقول لك اللي متولع بتربية الحمام وتشغله عن الطاعة والصلاة و24 ساعة فوق السطح يصفق ويصفر، في آخر لحظة من لحظات عمره الناس حوله: يا ابن الحلال قل لا إله إلا الله. يقول: آه على القلابي، آه على القلابي، آه، ويموت ويقول: آه على القلابي، طير لي قلب بدن ما في. اللي قلبه متولع بالغنى يقولوا له: قل لا إله إلا الله، قول محمد رسول الله. ما يستطيع، لأن طول عمره هو ماشي في السيارة، هو ماشي في الشارع، وهو بينام، وهو في الحمام، واكتشف نفسه أنه صوته حلو وهو في الحمام، وشيء عجيب دائما يدندن ويطنطن بلسانه. فإذا قيل له: تعال قول لا إله إلا الله عند الموت، قال: أحب حبيبي وأعبد حبيبي، أحب حبيبي وأعبد حبيبي، أحب حبيبي وأعبد حبيبي إلى أن يموت. هذا مذكور في الكتب، ارجعوا إلى الجواب تجدون. والذي قلبه مولع بالبيع والشراء، اللي يشق الخام ويبيع الخام وكذا وينادي حي على الصلاة، ما يسكر دكانه ولا يروح يصلي، وإنما قلبه إذا جاء عند الموت أضعف ما يكون عند الموت، الفتانات والجسم ضعيف والروح تقعقع والشيء عظيم. وتأتيه أمه وأبوه، يأتيه الشيطان بصورة أمه وأبيه يقول له: مت يهوديا، هذا يقول له: مت نصرانيا. الواحد يصيبه صداع خفيف بالدنيا ما يطيق أولاده، والله يا إخوان صداع، بس صداع يضحكون الأولاد، يلا لا تضحكون طلعيهم برا، وصداع. فكيف نزع الموت؟ كيف خروج الروح؟ يصاب بصداع خفيف، يركع رأسه بينفجر، يسجد ينقرها نقر من شدة الصداع، كيف خروج الروح؟ فلهذا لا يظن أنه يوفق إلى التوبة إذا داوم على الذنوب والمعاصي أبدا. فلهذا عليه أن يحرص على لزوم ذكر الله، ينام عليه ويستيقظ عليه، ينام عليه ويستيقظ عليه. فالذي ينام على لا إله إلا الله ويصحى على لا إله إلا الله، أول ما يأتيه الملك في القبر: من ربك؟ ربي الله لا إله إلا الله. سأنا ما أخذ عليه، ما أخذ عليه. فالحذر من رفقة السوء، الحذر من الأمل، الحذر من صبوة الشباب، الحذر من الإدمان، إدمان النظر إلى المعاصي. تلفزيون والنساء الكاسيات العاريات ويتمتع وما حد عندي يقفل عنه الدار، ما في أحد يشوفني ولا يطالعني، ربك يراك، ألم يعلم بأن الله يراك. يطالع ويطالع ويطالع مع المدة مع المدة، في لحظة لحظة من اللحظات، لحظات الغفلة، يشمع شيء داخل صدره يقول شك، وإذا هو حائل، حائل إلهي نزل بينه وبين كل الطاعات، شكه رهيب رهيبة تنزل في القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والله سبحانه وتعالى يعطينا بين الحين والحين مذكرات لهذا الحائل، مذكرات. نظارتك بيدك تدور، تقول لك أم العيال وش تدور نظارتي، ونظارتك بيدك، من الذي حال بينك وبينها؟ الله. نظارتك وهي بإيدك، فكيف لو حال بينك وبين قلبك؟ نزل حائل حي على الصلاة، يظلم الوجه ويضيق الصدر وتتحجج النفس، ما
ما يستطيع يرفع رجل ويقدم رجل حتى يطلعون الناس من المسجد. فلهذا احذروا من هذا الحائل الذي يأتي بسبب الإدمان على الذنوب والإصرار عليها. وبعض الناس تراه وخاصة في تقلبات الميتين وأحوال الميتين، وهناك أشرطة في هذا لعل بعضكم سمعها، يرى أن هناك من الناس من في قلبه إصرار على كبيرة خبيئة موجودة انطوى عليها قلبه ولم يتب منها، فجأة تنفجر في لحظات الموت، تنفجر هذه الخبيئة تنفجر فتغطي على كل مشاعره. واحد يختم القرآن ويصلي الجماعة ويروح العمرة ويصوم رمضان لكنه ياكل ربا وما حد يدري عنه، ويقول خلاص مدام ما في أحد يدري بيني وبين الله، الله غفور رحيم، ولم يعلم أن درهم ربا يأكله وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، والربا 74 بابا وشعبة أيسرها وأهونها كأن يأتي الرجل أمه. فيظل طاوي عليها كابت عليها يلهث 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 في تحصيل الربا، ورايح كل ما قعد مع الناس والله أنا بخير، الفلوس زادت والمال كثر والزارع نمى والكذا، ويتحدث يخدع نفسه وهو لا يدري أنه شاهر السيف على ربه يحاربه. فإذا جاءت لحظة الموت ظن أن الختمات والركعات اللي أدها هذه كلها راح تنفعه، وإلا هي كلها تطيش تطيش ما يبقى منها شيء. نعم، فلهذا الحذر، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكم من المليارات والأموال أبيدت وتصرف بها أعداؤنا وتلاعبوا بها وجردوها علينا وحرمونا منها وحجزوا بيننا وبينها بسبب هذه الحرب الخفية التي لا يكاد ينتبه إليها أحد. وأكتفي إلى هذا القدر وأدعو الله فأمنوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم 8866. وفي زمننا هذا وفي عصرنا هذا تعود صور التوبة صادقة لامعة براقة قشيبة مشرفة متوجة بصدق اللجوء والرجوع إلى الله جل وعلا. وقبل أن أذكر لكم هذه الحادثة التي ستسمعون وقائعها وقد يطول المقام بذكرها، أقول إن الشيطان سيأتي إلى قلوب وعقول البعض ويقول هذا من نسج الخيال، أو هذا من المبالغة، أو هذا مما يصاغ للتأثير والتعبير، ووالله ثم والله ما كانت هذه القصة حديث مجالس، وإنما هي من شاب لعله يكون من بيننا
هو الذي أخبرني بها. سلسلتها ذهبية وسندها عال من هذا الشاب الذي أخبرني بها في مجلس، ودعوته صباح هذا اليوم لأكتب وقائعها ولأسمعكم إياها. هذا الشاب هو الذي يذكرها مع صاحبنا التائب الذي نذكر تفاصيل توبته. أيها الأحبة، يقول صاحبنا هذا: كنت ذاهبا إلى دولة عربية مجاورة يستغرق مدة السفر في هذه المهمة يوما واحدا، ورجعت إلى المطار استعدادا للإياب وقد أنهكني التعب. لم أجد فندقا نظيفا ولم أتعود السفر، دخلت فندقا لأول وهلة فإذ بالنساء والرجال والفساد والعهر والدعارة. فقال لي رجل: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لما رأى من حسن مظهره وصلاح سمته. فقال: هي والله أول مرة أأتي هنا، ولمهمة جئت وليس لي حاجة سوى مهمة تدوم يوما واحدا. فقال: اخرج يا شيخ عن هذا المكان، فليس لائقا بمثلك وأمثالك. قال: كيف أفعل والنهار يمضي والليل مقبل؟ فمضيت إلى حديقة أجلس فيها حتى بزغ الصباح وأنهيت مهمتي وعدت إلى المطار استعدادا للإياب، وكل تعب وكل نصب من هذه الرحلة التي ما ذقت فيها النوم إلا غفوات. فالتفت يمنة ويسرة، بحثت عن المسجد لأصل، بحثت عن مكان أجلس فيه، فوجدت مكانا أعد للصلاة في زاوية هذا المطار. وجدت مصلى صغير فذهبت ونمت فيه نوما عميقا لأنني متعب. وفي قرابة ووقبيل الظهر استيقظت على بكاء شاب يصلي، فالتفت فإذا بشاب فوق العشرين ودون الثلاثين يصلي ويبكي بكاء مريرا، يبكي بكاء زوجة فقدت زوجها وهي تنظر، أو بكاء ثكلى فقدت ولدها من بين يديها. قال: فعدت وقد أعياني التعب والنصب لنومي، ثم دنا ذلك الباكي بعد لحظات وأيقظني للصلاة، ثم قال: هل تستطيع أن تنام؟ هل تستطيع أن تنام؟ هل تستطيع أن تنام؟ قلت: نعم. قال: أما أنا فلا، أما أنا فلا أقدر على النوم ولا أستطيع أن أذوق طعمه. فقلت له: نصلي وبعد الصلاة يقضي الله أمرا كان مفعولا. فأقبلت عليه بعد ذلك، قلت له: ما شأنك؟ قال: أنا من الرياض، من أسرة غنية، كل ما نريده مهيأ لنا من المال والملبس والمركب، لكنني مللت الروتين والحياة فأردت أن أخرج خارج البلاد. ثم أجلت النظر هل أذهب إلى دولة يذهب إليها الناس، فخشيت أن يعرفونني فيفضحونني، فاخترت بين دول عدة وقررت الذهاب إلى هذه البلاد التي أنا وإياك في مطارها حتى لا يعرفني أحد. وما كان همي فعل فاحشة، بل لعب وقضاء وقت ولهو وتفسح. والشيطان لا يأتي عبدا من عباد الله أيها الإخوة ليقول له: اخرج لتزني أو اخرج لتشرب خمرا، وإنما يقول: انظر إلى معالم السياحة وقلب بصرك في حضارة الدول المختلفة. خرج وهذا همه. وحتى لو فلما وصل إذ برفقة سوء كانت قد أحاطت به إحاطة السوار بالمعصم، فاطمأن إليها بادئ الأمر، وما زالوا معه من ملاه إلى ملاه ومن لعب إلى عبث، حتى أتوا به رويدا رويدا
إلى خطوات الزنا، إلى بدايات الزنا، مع الجواري، مع النساء، مع الفتيات الغانيات الرشيقات، وما زالوا به حتى انفرد بواحدة منهن، وما زالت تلاعبه حتى وقع بها وزنى بها. ولما بلغ به الأمر مبلغه وبلغت فيه الشهوة ذروتها وأخرج ما في جوفه إذ بلسع حرارة تلسع قلبه وتضرب ظهره وسياطا في فؤاده يجدها، فأخذ يبكي وقام عنها وهو يبكي ويصيح: زنيت وأول مرة أزني، كيف انتهكت هذا الجدار وهذا السوار وهذا السور المنيع من الفاحشة؟ كيف وقعت في الزنا؟ إني سأحرم حور الجنة. انطلق به شأن وأمر غريب وعجيب، فخرج من الباب باكيا وإذ بفاجر من القوادين ينتظره، فقال: ما لك تبكي؟ قال: لما أبكي؟ لقد زنيت. أتعرف كيف زنيت؟ لقد زنيت. ماذا قال ذلك الماجن الجاعر؟ قال: الأمر هين، خذ كأسا من الخمر تنسى ما أنت فيه، خذ كأسا من هذا الخمر تنسى ما أنت فيه. قال: حتى أنتم ما زلتم بي، حتى فقدت حور الجنة بفعل هذا الزنا، وتريد أن تحرمني، أن تحرمني خمر الجنة، تقدم هذا الكأس لي. سبحان مقلب القلوب يا عباد الله. قال ذلك القواد الفاجر: إن الله غفور رحيم، وقد نسي أن الله شديد العقاب، أعد للمجرمين نرى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. إذا رأت المجرمين سمعوا لها تغيظا وزفيرا وشهيقا. ثم أخذ الشاب يبكي من حرقة ما أصابه، ثم ذهب يهيم على وجهه ويقول لصاحبه الذي يحدثه في المطار: يا ليتهم أخذوا مالي، لقد مضوا بي إلى الزنا، لقد أفسدوا وكسروا ديني وإيماني. وفي اللحظة التي انتهيت فيها من الزنا، منذ تلك اللحظة وأنا لا أزال باكيا قلقا حزينا. فقال صاحبنا هذا: أتلو عليك آية من كلام الله فلتسمع. فتلا عليه قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه أرجى آية أقرأها عليك وأراها لك. فأجاب ذلك التائب الذي بلغت التوبة في قلبه ذلك المبلغ، قال: كل يغفر الله له إلا أنا. لا نقول هذا موافقة على القنوط، وإنما لقد بلغ الأمر به مبلغا لا يزال به متأثرا. ثم رد عليه قائلا: ألا تعلم أني زنيت؟ ألا تعلم أني زنيت؟ ثم سأل ذلك التائب صاحبه: هل زنيت أنت؟ قال: لا والله. قال: إذن أنت لا تعلم حرارة المعصية التي أنا فيها. قال: وما هي إلا لحظات، حتى أعلن منادي المطار إقلاع الرحلة التي سأؤوب إليها إلى الرياض، فأخذت عنوانه وودعته، ثم انصرفت وأنا واثق أن ندمه سيبقى يوما أو يومان أو ثلاثة ثم ينسى ما فعل. ولما مكثت في الرياض قليلا بعد وصولي إذ به يتصل بي، فواعدته ثم قابلته، فلما رآني انفجر باكيا
ويقول: والله مذ فارقتك ومذ فعلت فعلتي تلك ما تلذذت بنوم إلا غفوات. ما قولي أمام الله يوم أن يسألني ويقول: عبدي زنيت؟ أقول: نعم زنيت، وسرت بقدمي هاتين إلى الزنا. فقال صاحبنا لذلك التائب: هون عليك، إن رحمة الله واسعة، إن الله غفور رحيم. فقال ذاك الشاب التائب لصاحبنا هذا: ما جئتك زائرا، ولكني جئتك مودعا. قلت: إلى أين؟ قال: جئتك مودعا، ولعلي ألقاك في الجنة إن أدركتني رحمة الله، أو رحمني الله بواسع رحمته. قلت: إلى أين تذهب؟ قال: أسلم نفسي إلى المحكمة وأعترف بجرم الزنا حتى يقام حد الله علي. فقلت له: أمجنون أنت؟ أنسيت أنك متزوج؟ أنسيت أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت؟ قال: ذاك أهون على قلبي من أن أبقى زانيا وألقى الله زانيا غير مطهر بحد من حدوده. قال صاحبنا: أما تتقي الله؟ أستر على نفسك، أستر على أسرتك، أستر على جماعتك. قال: كلهم لا ينقذونني من النار، وأنا أريد النجاة من عذاب الله. قال: فضاقت بي المذاهب وأخذته وقلت: أريد منك شيئا واحدا. فقال التائب: اطلب كل شيء إلا أن تردني عن تسليم نفسي إلى المحكمة. قال: غير ذلك أردت منك، أريد أن توافقني عليه. قال: ما دام غير ذلك أوافقك. فقال صاحبنا له: أمدد يدك، عاهدني بالله على أن تعمل وتصبر لما أقول. قال: نعم. فعاهدني. قال: فقلت: نتصل بالشيخ فلان من أكبر العلماء وأتقاهم لله حتى نسأله في شأنك، فإن قال: سلم نفسك إلى المحكمة، أنا الذي أذهب بك بنفسي، وإن قال: لا، فلا يسعك إلا أن تسمع وتطيع. قال: نعم. فسألنا الشيخ. قال الشيخ: لا يسلم نفسه. وقال الشيخ: إن هذا الشاب قد أقلقه بالهاتف. الشيخ الذي سئل عن تسليم الشاب نفسه إلى المحكمة يقول: إن هذا الشاب قد أقلقه بالهاتف واتصل به مرارا يريد أن يقنعه أن يسلم نفسه، ويجادل ويلح ويصر.